مرحبا بكم في متحف الشمال العظيم. أنا إخلاص، سأكون مرشدتكم لهذا اليوم في جولة حول جدار هيدريان. متحف الشمال العظيم هو واحد من 9 من المتاحف والأرشيف الخاص بتاين ووير. يقع معرض جدار هيدريان في الطابق الأرضي من متحف الشمال العظيم، وعلى أرض الواقع يقع جدار هيدريان في شمال إنجلترا، ويبدأ عند مدينة نيوكاسل في منطقة تدعى وولزند، وهي في الجزء الشرقي من مدينة نيوكاسل على نهر التاين، ويبلغ طول الجدار حوالي 73 ميلاً رومانياً، وهو ما يعادل 117.5 كيلومتراً. وعندما بني الجدار كانت مدينة نيوكاسل في حينها تسمى بونس أيليس. تم بناء الجدار بأمر من الإمبراطور الروماني هيدريان في العام 122 بعد الميلاد، وكان هذا الجدار كنوع من التحصين الدفاعي ضد الهجمات القادمة من شمال إنجلترا. وينتهي الجدار عند منطقة تسمى باونس أونسوي من جهة الغرب من مدينة نيوكاسل. كان معظم جنود الإمبراطورية الرومانية من خارج إيطاليا، مثلاً من فرنسا، إسبانيا، ألمانيا والشرق الأوسط. وبطبيعة الحال كانت حياة الجنود صعبة جداً، وخاصة على الحدود الباردة للإمبراطورية الرومانية، حيث إضافة للوقوف لساعات طويلة لحراسة الجدار أو النظر باتجاه الجدار، كان على الجنود القيام بالتدريب على أسلحتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية. عاش العديد من المدنيين في الحصون على طول جدار هيدريان. كان من بينهم قدامى المحاربين والتجار والحرفيين وأسر الجنود أيضاً. وعلى الرغم من أن معظم الأعمال التجارية كانت تدار من قبل الرجال، إلا أن العديد من النساء الرومانيات كن يمارسن الحرف مثل صناعة الأحذية. وعلى طول جدار هيدريان توجد 80 قلعة ميل و 158 برجاً. وقلعة الميل هي عبارة عن حصن صغير مستطيل الشكل تم وضعه عند فواصل محددة على طول الجدار بمسافة ميل روماني. وعلى طول الجدار تم بناء قلاع الميل في الثلثين الشرقيين من الحجر، أما في الثلث الغربي فتم بناءه من العشب المكدس والخشب، وفيما بعد تم تغيير بناء هذه القلاع ليصبح من الحجر. وكان عادة يوجد في قلعة الميل حامية تتألف من 25 إلى 30 جندي مساعد يقيمون في ثكنتين. وكان من المفترض أن تزود الحامية الموجودة في قلعة الميل الجنود لحراسة الأبراج. وقطعة الحجر هذه مثيرة للاهتمام، وهي مأخوذة من القلعة 38، ونرى فيها اسم الإمبراطور هيدريان مكتوب بالحروف اللاتينية، وطبعا من هنا جاءت تسمية الجدار حيث أنه هو من أمر ببنائه. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بجولتنا هذه. نراكم قريبا بجولة أخرى في أحد المتاحف في مدينة نيوكاسل. إلى اللقاء.